رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام السلام عليكم، معكم أخت كريمة. إلى هذه أول مرة تزور القناة، أدعوكم الاشتراك في القناة مع الضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم راح نحضر مع بعض مائدة إفطار. بالنسبة للوصفة الأولى، هنا راح نعملوا لصوب تاع البطاطا بالدجاج، بزاف بنينة ويعني وصحية. إذن بالنسبة لهذه الوصفة راح نحتاج هنا حبة تاع بصل مقطعها، يعني تحب تقطعوها كبيرة ولا رقيقة لأنه راح كلش راح يتبعها. هنا نحتاجو كمية من صدر الدجاج ولا تحتاجو أي نوع من الدجاج. هنا يعني أنا عندي درت ظهر وشوية تاع صدر والرقبة. بالنسبة للتوابل، هنا عندي كركم، زنجبيل، فلفل كحل والملح. إذن هنا ندبل البصل مع الدجاج، نقليهم مع شوية زيت جيدا. إذن هنا راح نضيف البطاطا، يعني ضروري جدا، عفوا ضروري جدا أنكم تقليوها باش الدجاج مع البصل هذاك راح يعطي. نضيف البطاطا ثم نضيف التوابل، نخلي البطاطا نحمصها شوية مع الدجاج مع البصل باش يطلق الدجاج هذاك، يعني يطلق البنة في البطاطا. إذا كما راكم تلاحظوا بعد ما قليت البطاطا مع شوية تاع الدجاج، الآن راح نمرق دفعة واحدة ونخلي لاصوب تاعي نطيب بعقلها. بعد كي طيب البطاطا راح نحي الدجاج ونطحن هذا اللاصوك. ايضا نروحوا للطبق الموالي. اذا هنا بعد ما طاب الدجاج انا نحيته هنايا باش نفتو. الان راح نجيب ميكسور باه ونرحي كامل هاد البطاطا. إذن هنا بعد ما طحنت البطاطا في المرقة اللي طابت فيها، الآن نضيف زوج ملاعق كبار تاع جبن أطاري، نضيف الدجاج اللي كنت فتتو ونعاود نردو فوق النار يعني حتى يذوب هذاك الجبن، ونرجع فيما بعد مع الطبق الموالي. هنا نروحو للطبق الموالي. هنا عندي 200 غرام تاع اللحم مرحي، عندي سنين ثوم وشوية تاع زيت زيتون، يعني ضروري جدا انو نقليوه بزيت زيتون لانو زيت زيتون راح تعطي له نكهة خاصة. اذا نقلي اللحم تاعي مع سنين تاع الثوم ونزيد له زيت زيتون. وبالنسبة للتوابل، رشة ملح، رشة فلفل كحل وشوية كمون فقط. نقلي اللحم المفروم تاعي مليح. اذا بالنسبه للطبق الثاني، هنا كما قلت لكم قليت لافيون داجي. هنا فورت الارز تاعي، يعني كميه من الارز فقط، يعني عينكم هي ميزانكم. وهنا عندي نص ربطه تاع السلق هذاك الرقيق اللي عنده سيقان النقاق. هنا عندي قليل فقط من المعدنوس. اذا راح نضيف له سنين ثوم
نضيف له شويه فلفل الكحل، رشه كمون والملح، لانه الارز مع السلق ما درت لهمش الملح. هنا عندي بيضه، نقعد نزيد غير بشويه هكذايا ونخلط حتى وين تحسوا انه الخليط تاعكم يعني بدا يحكم روحه. والجبنه راح نحشوه به، هاد الرزيمات ولا هاد الكرات الصغيره تاع السلق مع لافيونداش. اذا نخلط كامل المكونات. اذا هنا بعد ما خلطت كلش مع بعض، راح ناخذ القليل فقط من اليد، يعني كي تشوفوا بلي بدا يحكم روحه تحبسوا، ما تزيدوش البيض. ندير كرة، بعد ندير لها حفرة هكذا بالاصبع، نضيف لها كمية من المعجون، عفوا كمية من الجبن. نغلق الكرة تاعي، نكمل نشكل كامل الكرة تاعي متلقاه. ومن بعد اذا هنا بعد ما كملت كامل عملت كرات، الان نحطهم مباشره في البيض، من البيض نحطهم في الفرينه، نرمدهم مليح في الفرينه هكذا. من بعد نقليهم مباشره في زيت ساخن. اذا نكمل نرمد كامل الكرات تاعي في البيض والفرينه، ونتلاقاو فيما بعد. اذا هنا ضربتهم في زيت ساخن، نقليهم نحمرهم مليح، ومن بعد نروحو للطريقة الموالية باش نحضرو لاصوص تاع الدولمة تاع السلق. صدقوني بعد ما راح تجربو هاد الوصفة ما راكمش رايحين تستغناو عليها أبدا، لأنها بنينة ما عندي ما نقولكم. جربوها وذوقوها وردو لي خبر في التعليقات تاعكم. كما راكم تلاحظوا بعد ما قليت لي بولات تاعي تاع السلق، الان نروحوا لطريقه تحضير الصلصه الحمراء. اذا بالنسبه للصلصه، هنا عندي 3 سنينه تاع التوب، نقليهم شويه زيت، ثم نضيف زوج حبات طماطم. انا هنايا ميكسيتهم بميكسور برا، يعني لازم تحنوهم مليح تجي كما راكم تلاحظوا تولي كيما ليكيد. طحنتهم مليح، الان راح نقليهم مع الثوم، نخليها تتقلى مليح مع شويه زيت. بالنسبه للتوابل، هنا عندي زنجبيل، فلفل كحل، ملح مع شويه تاع فلفل عكري، لانه مش راح نزيد الطماطم المصبره باش تعطيني هذاك اللون الاحمر، يعني مش راح نضيفوا الماء لانه الطماطم هذه جا فيها يعني الماء لاباس بها. اذا كانت الطماطم تاعكم يعني ما فيهاش الماء بزاف، نضيفوا شويه تاع الملح فقط، وحنا نضيفوا شويه تاع الزعتر باش تمدلنا هذيك الرائحه الطيبه. اذا هذه الصلصه تاعي بعد ما بدات تتجمر، راح نضيف كرات تاع السلق في لاصوص باش تتجمر شوية مع الصلصة. نفرغ لهم هكذا من الفوق، نغلق على الطنجرة تاعي ونخليهم يعني حتى تقريبا الصلصة تنقص، نرشهم بالمعدنوس ونقدمهم. نروحوا الآن إلى الوصفة الموالية. الوصفة الموالية هي مملحات. هنا العجينة راح تلقاو في صندوق الوصف. أولا نفتح العجينة تاعي، ثم نقطع بالسانسون، هذا يكون متوسط الحجم يعني ما يكونش صغير. الان بعد ما فتحت كامل العجينه تاعي، الان ناخذ وحده من الدوائر اللي فتحتهم، ناخذ الجرابه تاع القريوش ونبدا نقطع يعني النص الاول فقط هكذا. ثم نجيب لافيونداشي قليتها وحدها، نحط شوية هكذا. تحبوا تزيدوا الجبن يعني تقدروا ديروا الجبن. من بعد نغلق جيدا بالشوكة اللي هي الفرشاطة،
هكا. نزيد الحبة ثانية، نبدأ هكذايا، من بعد ناخذ لا فيون لاشي هكذا، ونغلق العجنة تاعي بالشوكة، دن نغلقها بهذه الطريقة. لاحظوا إلا خفتوا تحلكم تقدروا ديروا شوية تاع بياض البيض بين العجنة باش ما تتحلش في الفرن، دن راح نتحصل على هذا الشكل. دن نكمل كامل العجنة تاعي ونرجع. إذا هنا بعد ما كملت العجينة تاعي، الآن نجيب شوية تاع البيض، درت له شوية حليب يعني باش يجي لا كولور تاعو فاتحة، ما تجيش يعني حمقة. ومن بعد ندخلهم للفرن ساخن 180 درجة، نتلاقاو على مائدة الإفطار إن شاء الله. إذن المائدة تاع نهار اليوم راهي واجدة، هذا حساء الدجاج، يجي روعة، نتمنى تجربوه هنا الإعجاب تاعكم. هنا عندي الدولمة تاع السلق كذلك، صدقوني ما راش راح نستغناو على هاد الوصفة لأنها والله وصفة رائعة. وهادو المملحات يجو هشاش يجو خفاف. هنا درت البوراك ما صورتوش لأنه الوقت ما كفانيش. هنا درت سلطة الماسيدوان، لا سلطة فارين، كنت سبقت وعملتها البارح، عجبت بزاف العائلة تاعي وطلبوا مني أني نعاودها. هنا عندي خبز فطير لي، تلقاو كامل هاد الوصفات في صندوق الوصف، الوصفة تاع الحميس ولا سلطة فارين والوصفة تاع الكسرة. نتمنى مائدة تاع نهار اليوم نالت الإعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو الفيديو وشاركوا به الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.